تحتل تونس، وهي دولة صغيرة في شمال إفريقيا، موقعاً استراتيجياً في البحر الأبيض المتوسط. شهدت البلاد موجة من التغيير الديمقراطي خلال الربيع العربي، وأصبحت منارة أمل للكثيرين. ومع ذلك، أثارت الأحداث الأخيرة مخاوف بشأن مستقبل ديمقراطية تونس. أثار إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد الجدل والنقاش محلياً ودولياً. تتعمق هذه الدراسة في تعقيدات الوضع الحالي في تونس، وتبحث في التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. يتطلب فهم الوضع الراهن في تونس نظرة متأنية إلى ماضيها القريب وقيادتها الحالية، والتفاعل المعقد للقوى المحلية والدولية التي تشكل مسارها. برز قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الذي لم تكن لديه خبرة سياسية سابقة، كمرشح بارز غير متوقع في الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2016. ولاقت صورته كشخصية من خارج النظام غير ملوثة بالفساد صدع لدى السكان الذين أصيبوا بخيبة أمل من المؤسسة السياسية. خاض سعيد حملته الانتخابية على من بلاتفورم مكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية والعودة إلى قيم الثورة 2011. وقد وجدت خطابه صدى لدى العديد من التونسيين، لا سيما أولئك الذين شعروا بأن حكومات ما بعد الثورة تخلت عنهم. وكان ينظر إلى فوز سعيد على أنه رفض للوضع الراهن وتوق إلى التغيير. ومع ذلك، فقد أثار افتقاره إلى برنامج سياسي واضح، وآراؤه غير التقليدية بشأن الحكم، تساؤلات حول قدرته على معالجة مشاكل تونس العميقة في الجذور. وقد شكل صعود سعيد إلى السلطة نقطة تحول في السياسة التونسية، مشيراً إلى تحول عن النهج القائم على التوافق الذي ميز حقبة ما بعد الثورة. منذ توليه منصبه، اتخذ الرئيس سعيد خطوات أدت إلى تركيز السلطة في يديه وإضعاف المؤسسات الديمقراطية في تونس. ففي يوليو 2021 تذرع بسلطات الطوارئ، فعزل رئيس الوزراء وعلق عمل البرلمان. وإذ قوبلت هذه الخطوة بردود فعل متباينة في البداية، فقد بررها سعيد بأنها ضرورية لمعالجة أزمات البلاد، وقام بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر يخضع لسيطرته. كما دفع سعيد نحو إقرار دستور جديد وأفق عليه في استفتاء شابه ضعف الإقبال، مما أضعف صلاحيات البرلمان بشكل كبير. ويجادل المنتقدون بأن سعيد قد أسس فعلياً حكم الفرد، مما يقود الفصل بين السلطات وسيادة القانون. ولا يزال مستقبل ديمقراطية تونس غير مؤكد، حيث يخشى الكثيرون من أن تكون تصرفات سعيد قد وضعت البلاد على طريق خطير بعيداً عن تطلعاتها الديمقراطية. وقد صاحب الاضطراب السياسي في تونس شعور متزايد بخيبة الأمل بين جمهور الناخبين، ويعكس انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، والتي قدرت بنحو 30%، حالة من اللامبالاة والتشاؤم المتزايدة إزاء العملية السياسية. وقد أصيب العديد من التونسيين، لا سيما الشباب، بخيبة أمل بسبب الوعود التي لم تتحقق لثورة 2011. وقد أدت خيبة الأمل هذه إلى انخفاض المشاركة السياسية، حيث يشعر العديد من التونسيين بأن أصواتهم لا تسمع. وقد خلق انعدام الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية أرضية خصبة للشعبوية والاستبداد. يتوقف مستقبل ديمقراطية تونس على قدرتها على إعادة إشراك مواطنيها وإقناعهم بأن أصواتهم يمكن أن تشكل مصير البلاد. إلى جانب تحدياتها السياسية، تعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة. فقد كان اقتصاد البلاد يعاني منذ سنوات، ويعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والدين العام الكبير. وقد أدى وباء كوفيد-19 إلى تفاقم هذه المشاكل، مما أدى إلى انخفاض حاد في عائدات السياحة، وهو قطاع رئيسي للاقتصاد التونسي. كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمات تونس الاقتصادية، مما عطل سلاسل التوريد العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وكان للأزمة الاقتصادية تأثير مدمر على التونسيين العاديين الذين يكافحون من أجل التأقلم مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتضاؤل فرص العمل. وقد أدى الوضع إلى تزايد الاضطرابات الاجتماعية، حيث اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وتتطلب معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل الإصلاحات الهيكلية وتوحيد المالية العامة وزيادة الاستثمار. في محاولة لمعالجة أزمتها الاقتصادية، دخلت تونس في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ. وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن أي مساعدة مالية ستكون مشروطة بتنفيذ تونس لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وتشمل هذه الإصلاحات خفض فاتورة أجور القطاع العام وتقليص الدعم على السلع الأساسية وتحرير الاقتصاد. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات لا تلقى قبولاً كبيراً لدى العديد من التونسيين الذين يخشون من أن تؤدي إلى المزيد من التقشف والمشقة. وقد يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى عواقب وخيمة على تونس، مما يحد من قدرتها على الحصول على التمويل الدولي ويفاقم أزمتها الاقتصادية. من أكثر القضايا إثارة للجدل في مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي مسألة الدعم وأجور القطاع العام، فلتونس تاريخ طويل في تقديم الدعم على السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود، مما يساعد على جعل هذه السلع في متناول الأسر ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإن هذا الدعم مكلف للحكومة، ويرى صندوق النقد الدولي أنه غير كفئ وعرضة للفساد. وبالمثل، حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة أجور القطاع العام التي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم مقارنة بحجم اقتصادها، ومن المرجح أن تقابل أي محاولة لخفض أجور القطاع العام بمقاومة شرسة من النقابات العمالية القوية. كان للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على اقتصاد تونس الهش بالفعل، فتونس مستورد صاف للقمح، وجاء جزء كبير من وارداتها من القمح من أوكرانيا وروسيا. وقد أدى الاضطراب الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح، مما زاد الضغط على موارد تونس المالية المنهكة بالفعل. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود والكهرباء في تونس. وتسلط الحرب في أوكرانيا الضوء على هشاشة تونس أمام الصدمات الخارجية وترابطة الاقتصاد العالمي. أدى تلاقي الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس إلى تفاقم التوترات الاجتماعية القائمة، وأدى إلى تزايد السخط بين المجتمعات المهمشة. ولا تزال البطالة مرتفعاً بشكل كبير، لا سيما في أوساط الشباب والنساء. وقد غدا ذلك شعوراً بالإحباط واليأس، مما دفع البعض إلى المشاركة في الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية. كما كان للأزمة الاقتصادية تأثير غير متناسب على الفئات الضعيفة، مثل أولئك الذين يعيشون في فقر أو في المناطق الريفية. وتعد تلبية احتياجات هذه الفئات المهمشة أمراً بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاجتماعي ومنع المزيد من الاضطرابات. لعب شباب تونس الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان دوراً محورياً في ثورة 2011 التي أدت إلى الديمقراطية. ومع ذلك، وبعد مرور عقد من الزمان، يشعر العديد من الشباب التونسيين بأنهم متروكون ومحبطون بسبب عدم إحراز تقدم. إنهم يواجهون معدلات بطالة مرتفعة ونقصاً في الفرص الاقتصادية، ونظاماً سياسياً يعتبرونه غير مستجيب لاحتياجاتهم. وقد أدى هذا الإحباط إلى فقدان بعض الشباب التونسيين الثقة في العملية الديمقراطية، وأصبحوا عرضة للتطرف. إن تمكين الشباب وخلق السبل لمشاركتهم الهادفة في المجتمع أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في تونس. تقف تونس على مفترق الطرق
وتواجه مستقبلا غامضا. فديمقراطية البلاد تتعرض لضغوط، واقتصادها في أزمة، ومجتمعها يعاني من تحديات عميقة الجذور. وتعد استعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية وإنعاش الاقتصاد وبناء مجتمع أكثر شمولاً من المهام الأساسية. وسيكون الدعم الدولي حاسماً في مساعدة تونس على التغلب على هذه التحديات. وفي نهاية المطاف يعود الأمر إلى التونسيين أنفسهم لرسم مسار مستقبل بلادهم.